الصيام في الإسلام ذكرت عبادة الصيام في موضع واحد من كتاب الله. أهمية عبادة الصيام التي تختص عن غيرها من العبادات بكثير من الخصائص، ومن أعظم خصائص عبادة الصيام أن الأجر المترتب عليها غير محدد، فهو يضاعف أضعافا كثيرة. ورتب للصائم فرحتين، فرحة حين فطره وفرحة عند لقاء ربه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أخلاق الصائم في شهر رمضان. يتحلى المسلم الصائم بالعديد من الأخلاق الكريمة الحسنة التي تظهر جليا في تعامله مع الغير. مقابلة الإساءة بالإحسان، فلا يلتفت الصائم إلى سفاهة الأقوال والأفعال. طاعة الله سبحانه والإقبال عليه طوال اليوم ليلا ونهارا، كما أن الصائم يمتثل أمر ليكون صائما، فأنه يتمثل لأمر ربه أيضا في الليل، فيسارع في فطره لعلمه بأن الله يحب ذلك، ثم يقبل على الله بالشكر والحمد بأن من عليه بالصيام ويرجو منه القبول ويفرح بتمام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الحرص على مواصلة العبادات والطاعة بالانتقال من طاعة إلى أخرى، وعدم عصيان الله بالمعاصي وبما حرم الله، بل حرص على إحياء الليل بالقيام طمعا في نيل أجر الصيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحدا. البعد عن آفات اللسان من غيبة وكذب ونميمة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعام. تحقيق رقة القلوب وزيادة الخشوع والسكينة، ذلك بمغفرة الله سبحانه للذنوب. معكم نبيها حدارة من سيدني أستراليا. ألقيت لمحة سريعة لماذا الإسلام يصومون في شهر رمضان، ولماذا شهر رمضان هو شهر مبارك ومفضل عند الله تعالى، حيث يقوم المسلمين بالصيام والعبادة ليلا من أجل الشكر إلى الله والشعور بالصيام بالمحتاجين والفقراء، وطبعا التبرع والتحسن للفقراء المحتاجين الذين يعيشون في هذه الدنيا بدون معيل، وخاصة الأيتام والمحتاجين الذين لا يقدرون على الإنفاق على أنفسهم. الشعور بالصيام رحمة وجميل تشعر معه مع الناس الذين يعيشون حواليك، هذا هو شعر الرحمة والمحبة. شهر الإيمان والتقوى، ابتعدوا عن كل المحرمات، ابتعدوا عن الكذب والنفاق، ابتعدوا عن النميمة والخداع، ابتعدوا عن المكابرة والمشافات الحال. بالنسبة أطيعوا الله، هذا الشهر الفضيل يأتي عليكم، واحمدوا ربكم أنكم فطرتوا، هذه فرحة لكم، واحمدوا ربكم بعد ذلك عند لقاء ربكم بأنكم قمتم بالواجب. ليس فقط الصيام عن الطعام والشراب، هناك الكثير من المحرمات يجب طبعا أن تمتنعوا عنها كل أشهر السنة، ليس فقط شهر رمضان، ولكن زيادة العبادات والصيام والرحمة والتصدق على الآخرين والشعور بالفقراء والمحتاجين والتقرب إلى الله أكثر وأكثر، وأمضى وقت أكثر عباداتي لله، لأن هذا الشهر تسمع الدعوات من الله سبحانه وتعالى. رمضان مبارك يحل عليكم. معكم نبيها حدارة من سيدني أستراليا.